ألا بإمكان أشرح لي؟ وبشرى سارة لجميع العاملين بالدولة بعد قرار الحكومة واعتماد مجلس النواب. 9000 جنيه للدرجة العليا كبير شاهد باقي الدرجات الوظيفية. وبالنسبة للتعليم، وقف حركات الندب أو النقل بالمدارس حتى نهاية العام الدراسي. تعالوا بينا نتعرف على التفاصيل. بنبشر جميع الموظفين بعدما صرفوا الزيادة السابقة، بنبشر جميع العاملين بالدولة والذين ينتظرون زيادة مرتباتهم بعدما صرفوا الزيادة السابقة. فقد أعلنت الحكومة جدول أجور الموظفين بعد قرار الحكومة للحد الأدنى واعتماده من مجلس النواب، وذلك بعد الموافقة في اجتماع اليوم على قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية. والكلام ده إن شاء الله هيكون بأثر راجع يا جماعة اعتبارا من 1/10/2023 الماضي. وقد صرحت الحكومة أن قيمة أجور موظفي الدولة لا يقل فيها الحد الأدنى للأجور أجور الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية عن 4000 جنيه شهريا. وحددت الحكومة الدرجات المالية الآتية: 11000 جنيه للدرجة الممتازة، 9000 جنيه للدرجة العالية، 8000 جنيه لمدير عام، 7000 جنيه للدرجة الأولى، و6000 جنيه للدرجة الثانية، و5000 جنيه للدرجة الثالثة، و5000 جنيه للدرجة الرابعة، و4500 جنيه للدرجة الخامسة، و4000 جنيه للدرجة السادسة. ده بالنسبة للحد الأدنى يا جماعة، وإن شاء الله اللي هيصرف بأثر رجعي من 1/10/2023. أما عن حركات النقل والندب بالنسبة للتعليم، فقد أرسلت وزارة التربية والتعليم لجميع المديريات التعليمية والمحافظات أرسلت ليهم خطابا رسميا بشأن إيقاف حركات النقل والندب لمديري المدارس والمعلمين بجميع المراحل بهدف استقرار وانضباط العملية التعليمية. يعني هم يا جماعة ما عملوش كده من فراغ، هم لقوا ان في موضوع حركات النقل والندب ده بيسبب في المدارس زي نوع من الفجوة، يعني تلاقي مدارس فيها عدد كتير ومدارس تانية فيها عدد قليل، فده طبعا بيعمل ربكة في العملية التعليمية وكمان بيخلي الموضوع فيه غير متزن. يعني عشان حد يبقى مثلا يروح جنب بيته ولا يروح مثلا لأي مصلحة تانية ان هو يبقى فيها في مدرسة مثلا معينة، يلاقي مثلا مدارس تانية قلت فيها العدد المسموح به بالنسبة للمدرسين، وطبعا ده زي ما قلنا بيسبب مشكلة في العملية التعليمية وبيبقى يعني في فجوة في موضوع عدد المدرسين وموضوع الحصص اللي بتبقى فاضية وكده. فهم عملوا القرار ده عشان زي ما قلنا يبقى في نوع من اتزان الايه يعني يبقى في المدارس، يعني يبقى في زي يعني نوع من زي ما قلنا التوازن، ان تبقى المدارس يعتبر ايه الاعداد فيها متوازنة عشان ما يبقاش في مشاكل في العملية التعليمية والطلبة ما يبقاش في مثلا عندهم حصص فاضية او حاجة زي كده. وقد قامت على الفور المديريات التعليمية بتنفيذ تعليمات الوزارة، وعلى سبيل المثال ولا الحصر مثلا محافظة زي محافظة القاهرة والتي ارسلت لجميع المديريات التعليمية أرسلت خطابا يتضمن أنه في إطار حرص مديرية التربية والتعليم بالقاهرة على استقرار وانضباط العملية التعليمية للعام الدراسي الحالي داخل الإدارات التعليمية وبين المدارس، يتم إيقاف حركات النقل أو الندب لمديري المدارس والمعلمين في جميع المراحل
ولا يجرى النقل أو الندب إلا بعد الرجوع للمديريات حفاظا على استقرار العملية التعليمية والمدارس. فطبعا ده على سبيل المثال زي ما قلنا، وليس الحصر كل أو معظم المديريات التعليمية في جميع المحافظات عملت القرار ده واستلمته وبلغت المدارس والهيئات اللي هي التابعة لها إن هم ينفذوا الكلام اللي جه في القرار وينفذوا القرار، عشان زي ما قلنا يبقى حرصا على استقرار العملية التعليمية في المدارس. وكل سنة طيبين. احنا يعني شفنا خلاص شهر 10 خلص، احنا بدأنا هو داخلين على نص 11، وهم اعتقد ان هو يعني شوية كده اول 12 هيبدأوا يرتبوا لموضوع امتحانات نصف العام، وبالنسبة للجامعات امتحانات الميد ترم، بالنسبة للجامعات اللي هي بتمتحن الميد ترم، او بالنسبة للجامعات اللي هي ما بتمتحنش طبعا امتحان نصف العام. فيعني زي ما احنا شايفين كده كده برضو الوقت بيجري وداخلين على امتحانات منتصف العام. ربنا يوفق ان شاء الله جميع الطلاب وجميع ابنائنا، وبنتمنى الخير للجميع وربنا ينجحهم كلهم. نتمنى طبعا انهم يعني يركزوا، وكل طالب من دول يعني المفروض ان هو يعني يركز ويشوف المصاريف طبعا اللي بتدفع اللي اهله بيصرفوها عليه وكده، يعني يعمل حساب لحاجه زي كده، عشان والله معظم الناس يا جماعه تعبانه وتبقى غصب عنها بتدبر مصاريف الدروس الخصوصيه ومصاريف الدراسه. يعني ربنا يساعد الناس كلها ويكرم الجميع. وبنطلب برضو المدرسين برضو ما يغلوش في موضوع يعني دروسهم والمقابل المادي للدروس، كل واحد برضو يخلي في قلبنا رحمة شوية، عشان برضو أبنائنا الطلاب إن شاء الله برضو انت عارفين يعني الظروف صعبة على الجميع. ربنا إن شاء الله يكرم الجميع، نجح الطلاب كلهم، وإن شاء الله يحمي بلدنا مصر من أي مشاكل. ونتمنى برضو الأوضاع برضو تهدى، برضو ربنا إن شاء الله كده برضو ينصر إخواننا في غزة من العدو الصهيوني، وربنا يكون في عونهم وينصرهم إن شاء الله. كده يكون الفيديو بتاعنا انتهى، وكان معانا الخبر بتاع النهاردة. بنتمنى لحضراتكم الخير، بنعرفكم ان احنا بقالنا معادين يوميا الساعة 2 والساعة 6 فيديوهين جداد في شتى المجالات. وما تنسوش اللي لسه ما اشتركش في القناه اشترك في القناه، ادعمونا باللايك والشير. اللايك كتير والشير يا جماعه بيديك ثواب، بيخلي الفيديو يطفو من محركات البحث، وبيخلي اي حد بيحصل على الفيديو بيبقى يعني بمساعده حضرتك بيدعي لك تاخد ثواب وانت قاعد في مكانك. ربنا يكرم الجميع ان شاء الله. ما تنسوش تضغطوا زر الجرس عشان يصلكوا كل جديد، او الاختيار الاول عشان يصلكوا كل جديد. ونعتذر مرة أخرى عن الإطالة. كان معكم سيد شاكر من قناة اشرح لي، أشوفكم على خير.